ثانية تعال سيف يلا بسرعة. هون 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 ايوه هون. العمى وليش هالصورة مقلوبة كمان؟ ولك يا ابو شعلان. نعم علم. هاي الصورة مين قلبها؟ الله وكيلك. مو انا يا سيدي انا الله. لكن مين قلبها؟ والله بجوز سيدي جماعة سعيد كالحوت سنني اللي قلبينا. ايه تعال صلحها انت ويا بسرعة. هاي اللافتة ليش وقع على الارض؟ ما في غير جماعة سعيد كالحوس سيدي، ما في كلام. هلا كل شغلة عاطلة بتحطوها بدار سعيد كالحوس؟ يا سيدي واضحة الشغلة، ما حدا بيهمه يأذيكم غير سعيد كالحوس وجماعته. مزبوط، جماعته بيكرهوكم كتير. ما اختلفنا، بس أنا متفق أنا وياه إنه تكون المنافسة شريفة. سيدي هذا ماله أمان والاتفاق معه ماله جنس القيمة، مبين كالحوس. يلا تحرك أنت وياه جيبوا السيبة وتعوا على اللافتة بسرعة. حاضر. بقى مثل ما انتم شايفين المنافسة بيني وبين سعيد الكلحوش شديدة كتير. هو راصد 5 مليون بس أنا راصد 7 مليون. هو معتمد على أصوات أهل ضيعته تل الفانوس، وأنا لازم أمن أصوات أهل ضيعتي وادي العرموس، ورح نشوف مين رح ينتصر بالنهاية. أما باقي المرشحين فهدول سمك صغير سردين ما بنحكى فيهم. وهلا سمعوني شو سويتوا اليوم؟ سيدي وزعنا طحين وسكر وزيت ورز وسمنة وعلب حليب على الطفرانين مثل ما وصيتنا. حلو كتير، لأنه لازم نكسب الطبقة الكادحة. شو سويتوا كمان؟ سيدي وتبرعنا ب10,000 ليرة باسمكم لنادي شد الحبل الرياضي. ماشي الحال، مع أنهم ما بيستاهلوا فرنك واحد، لك يخرب بيتهم، اشتهيتهم يربحوا شي مرة مباراة واحدة بس. على كل حال مو مشكلة. شو ناويين يسوي بكرة؟ سيدي بدنا نحضر حفلة طهور ابن مختار ضيعة الدبسية، ولح نرش على الحاضرين باسمكم طبعا سكاكة وراحة الحلقوم وشوية ليرات فراطة. ماشي الحال، مع انه هالمنظوم ما عزمني. سيدي بس حزم سعيد كالحوس، هيك زلمته قال لي. سيدي بتحبوا نروح نخربط له الحفلة ونخطف المطهر؟ لا لا لا، ما بدي مشاكل بنوب، نحنا لازم نبين حضاريين. ايه شو صار معك يا مخلص؟ سيدي اللي بيحق لهم ينتخبوا هون بالمنطقة النراجدين، يعني ضيعتنا واللي حواليها 1890 شخص. بدي أصواتهم كلها، ما بدي صوت يهرب لعند سعيد كالحوسة. من هالناحية ولا يهمك شفيق بيك، وبصراحة أنا محضر لكم مفاجأة رح تنبسطوا منها كتير. وبعدين وين المفاجأة اللي محضر لي إياها؟ ما بقى إلا نوصل على الليل. وأكيد رح تنفعنا بالانتخابات. ولو أكيد بعجبك أنا. ها ليكو إجا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نزير بعرفك معلم، نزير ابن خالتي من ضيعة تل الفانوس. اهلا وسهلا. شو راح يفيدنا الاستاذ بالانتخابات؟ ايه سيدي، انا تعينت مراقب على صندوق الانتخابات بالضيعة، ولهالسبب نزير راح يبلغنا بسير العملية الانتخابية اول باول. يا سلام، حلو كتير. ومن جهة الاكرامية نزير ولا يهمك، شفيق بيك ما راح ينساك. طبعا طبعا. وانا كمان ما راح انسى، راح انقل لك اخبار الانتخابات اول باول. ان شاء الله هيك يا رب بنكفيكم بالافراح. يسلموا ايديكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه. تفضل اخي شاهد. يلا تفضل حسين. يسلموا. الله معكم. الله معكم يا شباب. يسلموا يا شباب. سجل 2. السلام يا شباب. عليكم الشباب. هلي مواطنين، تفضلوا تعالوا. عباس اوعى تتركون لجوا معهم لجوا. حاضر معلم. طلعوا وياك بس. دفعة واحدة بس تأخرتوا، صاركم ساعة رايحين. يلا يا شباب كل واحد هويته بإيده. شرفه على مهلكم على مهلكم. يلا شرف حجي شرف. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا. خد هوياتهم. إيه ليك كل واحد هويته بإيده. شرف. يلا تفضلوا. استوي يا شباب. يعطيكم العافية يا رب. المعلم ما رح ينسالكم ياها. الله معكم. الله معكم. الله معكم يا رب. انتخبوني ولو معلم.
بدها سؤال؟ مخلص سجل صوتين. وليش صوتين؟ والثالث وين راح؟ الثالث مرضي انتخبك، انتخب اسماعيل سوس حلو. الله لا يعطي العافية، انتخب اسماعيل سوس حلو؟ ايه هذا بيستخسر ينتخب حاله. يا ضيعان الصوت، سوس حلو. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك يا رب. بيضتوا وشنا، الله يبيض وشكم، وتأكدوا انه اصواتكم ما راح تروح هدر مع شفيق بيك. يلا مع السلامة. شو بدك توصلونا؟ لك شو نوصلك يا اخي؟ ما لنا فاضيين دروج. يلا مع السلامة. على بكرة. سجل عندك ست اصوات. انت متأكد انه كلهم انتخبوني؟ ولو يا بيك متأكد، حلفوا لي يمين. قلبي مو مطمن. سجل 4 يا مخلص. أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شفيق بيك، قلوا لجماعتك يشدوا الهمة شوي، لأنه هدول جماعة سعيد كالحوس عم يشتغلوا من قلبه ربه وما عم يضيعوا وقتهم منه. قلوا لجماعتك يشدوا الهمة بقى. وقديش بتقدر عدد الأصوات اللي أخذها سعيد كالحوس؟ يعني شي 450 صوت تقريبا. بسيطة بسيطة. وينك نزير؟ خبرني أول بأول شو بصير معك. مع السلامة. مخلص، كم صوت معي لحد هلا؟ 402. لا هذا الوضع ما بيسكت عليه بنوب. انا مشغل معي زلم ولا فزاعات عصافير؟ تعالوا كلكم لعدلون. خير معلم؟ في شيء لا سمح الله؟ ولك غريمي صار مجمع 450 صوت، وانا لحد هلا 400 صوت. لا شو 400 وصوتين معلم؟ صوتين قردين، شو الفرق؟ وينكم؟ بتجيبوا لي كل زلمه ما انتخب، نسوان رجال عفاريت، الكل بتشحطوه لهون بسرعة. على شوف امرك معلم. حاضر بيك. ساتك واقف. شوفه. حرك شوفه. يلا. حاول جوا. وينه؟ هيه هيه. شو يا ابو شعلان؟ كم واحد جبت بهالنقلة؟ 10. عظيم. وان شاء الله كله انتخبوني. ايه تمام. وينك؟ شد لي همتك وجيب نقلة تاني. يلا مع السلامة. سجل لي عندك 5، لأنه هذا أبو شعلان كذاب، نص كلامه بتكبه بالبحر. ألو، أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شو أخبار غريم الكلحوس؟ جاب بيت أبو كعب وانتخبوه كلياتهم، هدول بيطلعوا لهم شي 44 45 واحد. وهلا راحوا جماعته يزقوا بيت غول المرستان كلياتهم يجيبوهم لهون، وهدول كمان بيطلعوا كتير كتار. بقى شفيق بيك، قلن لجماعتك يشدوا الهمة بقى. بسيطة بسيطة. وينك؟ خلي عيونك 10 10 ولا تقطعني من الأخبار. مع السلامة. اسمعوني منيح، نحنا لازم نعلن حالة الطوارئ، لأنه بصراحة بيتي انخرب ولازم نستنفر وما نخلي بني آدم ما ينتخبني، يلي بيحسن واللي ما بيحسن، المريض، الختيار، المكرسح، المجنون، حتى الأموات، إذا بتقدروا تطالعوها من قبره لا تصل. يلا نشوف. ان شاء الله ما بننسى لك اياها. اهلين وسهلين، مع السلامه. الله معك. كم ساعه بقي ليسكروا السندين؟ ساعتين ونص معلم. يلا يا شباب يلا. تعال تعال تعال، على مهلك على مهلك. اسم الله حولك. تعال حبيبي تعال. واقف انت واقف. تعال شرفوا يا شباب. تعال تعال تعال. حوني على مهلك حجي على مهلك. الله يقويك. يلا طالعوا الهويات يا شباب، كل واحد هويته بايده. على مهلك على مهلك. الله يقويك. مخلص سجل 7. طول بالك لحتى ينتخبوا. هدول مضمونين سيدي.
مخلص سجل واحد. طول بالك لو يوصل معك على الصندوق بالاول. اطمن معلم ماسك حاله بيلحق. قديش عدد المنتخبين لحد هلا؟ 760 واحد سيدي. وقديش اللي بيحقله ينتخب البلد؟ 811. الله يقويكم يا شباب. مع السلامة. شكرا يا شباب، شكرا لكم، الله معكم، مع السلامة. معناته بعيان 51 بني آدم لسه ما انتخب. لا سيدي شو 51؟ باقي صوت واحد بس. شلون صوت واحد؟ بعيان 51؟ لا تجنني. سيدي سلامة فهمكم، في 50 واحد مسافرين برات البلد. أيوة فهمت عليك. ومين هذا اللي ما انتخب لحد هلا؟ إبراهيم خنشور. وليش ما انتخب لحد هلا؟ سيدي مرته قالت لنا إنه نزل على البلد بالسوزوكي، أخذ نقلة ملفوف. يضرب هو والملفوف تبعه، روحوا جيبوه بسرعة. سيدي عفوا ما بتصور في داعي، يعني صوت واحد شو حيساوي معناه؟ بيساوي كل شيء، شو بيعرفك أنت؟ ألو أيوة نزير. شو الكلحوز داعس؟ ولا يهمك، وأنا كمان داعس، بس قلبي مو مطمن. خليك عم تتصل معي، لك بعرف بقيان ساعتين، ما بتعرف بقيان ساعتين شو بصير. يلا يلا الله معك. وينكن؟ جيبوا لي إبراهيم الخنشور من تحت الأرض. حاضر معلم.